ايهم عم حاكيك عم تسمعني؟ لك ايهم لك هي عم اسمعك. الله يرحم روحه، الله يرحم روحه. معك حق، معك حق. بلش شو معي حق؟ مشو كنت عم بحكي هات لشوف. لك مالك شايفتيني مشغول عم دور على نشرة الأخبار؟ بتعرف شو؟ عم فكر روح هيك نشوف دكتور. بصراحة ظهري كتير عم يجعني ورجلي كتير 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 عم يجعوني. ايه روحي لعند دكتور، مين مانعيك؟ أحسن من السق والنق تبعيك يلي بيسمعي بقول عمرك 60 سنة. ايه بروح ما في مشكلة، بس ما بعرف دكتور روح لعنده. أنا ببعتك لعند دكتور رفيقي، بعطيكي رقمه، خدي موعد من عنده. شكرا. حزين شو؟ موبايلي منزوع ما بعرف شو عم يصير معه، عم يعلق كثير، بدي موبايل جديد. حسبي الله ونعم الوكيل، رح نعطيكي حق موبايل تكرم عيونك، روحي بدلي. وعم فكر هيك روح اشتري لي كم غرض كمان من السوق. ايه منتي علينا. بخيت بارفان جديد، مالك شامم ريحة؟ بتطير عائل، حلوة كتير. شكرا. ضايقت حالك يعني بصراحة لما شميت. لك الله يسعد لي الصباح، اهلين جارتنا. كيفك؟ شو اخبارك؟ اهلين نروى. شو واقفة عم تساوي؟ والله شوفت عينك ناطرة مواصلات. بدك تطلعي بالمكرو؟ يا اطلعي اطلعي. باي انا بوصلي. على فكرة انت ما شاء الله عليكي، شو بلبق لك اللبس الجخ لك، ما بعرف قد ما تغزلت فيكي قليل. تسلم يا ايهم، تسلم كلك ذوق عن جد. وانت كمان بصراحة كتير مزوق، بكفي انك اخترت ياري من بين كل البنات، ذوق وحلاوة واناقة شي يعني. ضحكتيني والله من قلبي ضحكتيني. ايه انو صبايا وانو اناقة، تعي شوفي السق والنق، ما في غير ظهري عم يجعني، مفاصلي عم ما بعرف شو صاير لها. يلا ستي مو مشكلة، ما شاء الله عليكي، ما شاء الله عليكي. وين عاملة أظافير إيديكي؟ لابقين كتير يعني، لابقين كتير هيك لشعرك ولكسمك ولمنظرك. بانو صالون، دليها دليها ليارا علي، بركي بتروح هيك بتنفض حالها. على فكرة إيهم، أنا ويارا بنعمل عند نفس المركز، يعني كل شيء أنا بساوي يارا بتساوي. أنت أكيد مو منتبه. بالله جد؟ لا والله مالي منتبه، لا مالي منتبه. مننتبه إن شاء الله تاني مرة. يا الله لا يحرمني، يا الله لا يحرمني. اختياراتي مدمرة حياتي، حياتي اختياراتي دمر حياة. لو سمحت عندي مشكلة بالتليفون وزعجتني كتير وأنا ما بفهم من الموبايلات، فيك تساعدني؟ ولك يا أهلا وسهلا فيكي، تفضلي تفضلي، معقولة ضايع الواي؟ تفضلي أهلا وسهلا. شكرا. ما في مشكلة، مو مشكلة. لا لا ما بصير مشان واجبك، سريحي هلا رح أعطيكي موبايل لي فيكي. والله بس بتمنى يكون عملي وكويس، يعني ما بدي أطبع حركات، يعني أنا بس للتليفون. مدام قلتلك بليق فيكي معناته رح يكون بيرفكت. كيف تحبي اوتك؟ ساده وسط حلوه، يعني مسوي لك فنجان قهوه وانت بتنقي هيك على على روى على مزاجك، كيف تحبيها؟ ما في مجال هلا للقهوه، بعتذر منك بس يا ريت تساعدني بكون ممنوعتك. يعني لحالي يعني يا خساره، والله كنت حابب اكسبك يا انسه، يعني هيك بس ما بدي شيء لصه، يعني كلياتها 5 دقائق. انا مالي انسه، انا مدام. مدام انا بعتذر منك بس يعني والله مو مبين عليك، يعني اول ما فتي يعني شفتك هيك بين عمرك صغير كثير وما في محبس بايدك. ما شاء الله عليك، شو بتركز يعني بين معك انه ما في محبس بايدي اني صغيره كمان؟ ولو يا مدام
يعني أساساً التفاصيل هي اللي بتحلي حياتنا، واللحظة الأولى واللمعة الأولى باللقاء هي اللي بتضل محفورة بالذاكرة. ولا أنت عندك رأي تاني؟ لا بصراحة أنا بهي معك، يعني أنا حدا كتير بيهتم بالتفاصيل. طيب بما أنه ما معك وقت، أنا بنصحك بهذا الموبايل كتير منيح ورح تشكري منه. ما بيعمل لي مشاكل مثل هذا التليفون؟ لك لا انسي المشاكل، مو قلت لك هذا لقلي؟ وحياة عيونك. هلا من مصلحتي انا خليك تجي لعندي كل يوم مشان اكسب شوفتك، بس هذا الموبايل على كيف كيفك. طيب هلا انا بدي اطلب منك طلب، انا ما بعرف انه الحسابات الفيسبوك والانستغرام وهي الاساس، يعني اذا فيك تساعدني. من عيون عندي هلا، بس نتفق على هذا الموبايل، اذا عجبك فورا بنزل لك الفيسبوك والانستغرام والسناب شات كمان، وبنزل لك عليه في بي ان لانه انا ما بشتغل. لا طول بالك، ما عندي كذا. يسلم ايدك. طيب تكرم عيني، خلص اعتمدنا عليه. ايه خلص تمام، هو بس للتليفون والاساس. صدقيني ما رح تندمي. بالمناسبه انا يامي. وانا مدام يارا. اهلين مدام. اهلين مدام يارا. يعني مو معقول، شو ما بعمل ما بتنتبه، بغير برفاني، بغير مكياجي، بغير تسريحة شعري، لك شو ما بعمل ما بتنتبه، لك مغيرة حاطة صورة البروفايل تبعي على الفيسبوك وانت مالك منتبه. لك الله جيبك يا طولة البال. اسمعي يارا، انا مالي فاضي لهالفزلكات، سمعانة لما شو؟ لعمى. لما شو؟ تروب حظي. التفاصيل يا مدام هي أهم شيء بحياتنا، هي اللي بتحليها وبتخلي اللمعة الأولى تضل على طول. آخ من التفاصيل يا لطيف، شوف الفرق. هاي رؤى. هاي يارا كيفك؟ تمام الحمد لله، انت كيفك؟ لا تقولي لي جاي تنطر الميكرونيكي. اي والله غريبه، ما هي طبعا غريبه، يعني كل يوم جوزك بيطلع بهالوقت، ليش ما بتطلعي معه؟ وانت شو عارفك انه ايهم بيطلع بهذا الوقت؟ ايه هو يعني بالصدفه مره طالعني معه، بس بتعرفي انا صدمني كثير بصراحه. كيف قدراني تغيري؟ كيف يعني قدراني غيره؟ بعدين انا وايهم من زمان ما طلعنا مشوار بالسياره مع بعض، يعني للضرورة والمناسبات قدام الأهل، وإلا صايرة مثلي مثل كل هالعالم عم بطلع بالميكرو. يعني أنا بعرف أيهم جارنا ما بيحب هيك تفاصيل البنات ويتدخل فيهم. غريب. لا هلكني هلكني هديك المرة، على وين عاملة شعرك، وين عاملة أظافيرك، لا وقولي ليارا تعمل مثلك، يعني بصراحة صدمني. أنت ما راح يعني عندي شغلة صغيرة، تروحي معي؟ لا والله ما في، أنا عندي مشوار ضروري بدي حل مشكلة جوالي، عم يعلق كثير. من أجل غير مرة. مثل ما بدك. يلا تبعي على حالك. أنت كمان. يعني ما بعرف شو بدي أقول لك. من حسن حظي إنه تعطل موبايلك مشان ترجعي لعندي وأكسب شوفتك مرة ثانية. لك يا أمين أنا ما بعرف أنت شو بتقصد بهذا الكلام، يعني أنت أكيد بتحكي هذا الحكي لكل زباينك اللي بيجوا لعندك. بصراحة أنا ما أحب أسمع هذا الحكي ولا هيك نوعية من هذا الحديث، يعني بيلبكني وبيعمل حاجز بيني وبين الشخص اللي قدامي. يارا مدام يارا، أنا بعرف أنك متزوجة وبعرف أنه ما بيحق لي أحكي هذا الكلام معي. أنا آسف إذا ضايقتك، بس أنا عن جد من أول مرة من أول هيك ما فتي من الباب في شيء تحرك جواتي، حسيت إنك شخص استثنائي بالحياة. إيه عن جد ارتحت لك، يعني بهي الأيام قليل كثير إنك تلاقي هيك شخص أو ناس يشعلوا جواتك هذا الشيء. أنت شخص طبيعي كثير وعفوي وبعيد عن حالة التصنع، يعني لك إيه؟ يعني إيه أنت حلوة، حلوة كثير وجمالك رباني
ومبين يعني الشيء الحلو مبين من جوا وهو اللي طالع لبرا. يعني لحظة لحظة بس خليني منك شغله. أنا آسف إذا ضايقتك. أنا ما بدي ضايقك أكثر بكثير. بس لازم تعرفي هاي المشاعر اللي عندي. أنا آسف إذا تماديت بالكلام. بس والله العظيم هي مشاعر حقيقية. مشاعر حقيقية ويا ستي ما بدي أخبيها. يا ميل إذا بتريد لو سمحت غير لي التليفون خليني أمشي لو سمحت مستعجلة شوي. تكرم عيني. نعينك. ومعقول انت ناجي كمان بتعملي شعرات كثير حلوين، ميرسي. بتعرفي مدام انك من اجمل النسوان اللي بفوتوا على الصالون. شكرا كلك ذوق. يلا عن اذنك راجع. معقول لهالدرجة انا حلوة بعيون الناس؟ الله يسامحك يا ايام. صرت بحاجة كلمة حلوة اسمعها من اي حدا لحتى تزيد ثقتي بحالي. اوخ بس. إن شاء الله كل سنة وانتي سالمة وتحقيق كل شي بتتمنيه يا رب. لك صحيح أنا اليوم عيد ميلادي أنا كيف نسيت هيك؟ بس أنت شو عرفك؟ ولا شو نسيتي إنه أنا اللي نزلت لك الفيس وكتبت لك مواليدك؟ يا الله منك، طب كنت خبرني يعني كنت ظبط حالي أكثر من هيك. وحياتك لو شو ما كنتي لابسة بتكوني ظابطة لكل المناسبات. يا رب آسف. مدام يارا أنا بعرف إنك متزوجة. بجوز هذا الشيء اللي عم بعمله بيحرجك بس ما درت ما اجي وعايتك يعني بورده او بهديه صغيره ان شاء الله تكون من مامك. وانا بعتذر على اي احراج رح سبب لك اياها. بعرف ما انا مثلك كمان هيك متزوجه وبعرف انه ما فيني اتخطى حدودي بس انا ما بعرف شو بصير لي بس لما اشوفك برتاح لك يعني بحب اسمع صوتك وشوفك هيك الدنيا. الله لا يحرمني. لو بتعرفي شو بتعني لي انت بالحياه. انا بنام بفكر فيكي، بفكر فيكي، بتحمم، باكل، بشرب، طول الوقت انت معي. هيك دائما الدنيا بتجي شغلات الحلوه بالوقت اللي نحن ما فينا نقدر نغير فيه شيء. جبت لك الشاحن الاصلي لجهازك بس يصح لك مريقي خدي. على فكره الصوره اللي حاططيها اليوم تاخد العالم تفلش بانتظارك. ايه بس يعني مو معقول مشان هالشويه التفاصيل اللي حكيتيهم تخربي بيتك. هاي شويه تفاصيل اخرب بيتي؟ ليش انا بيتي امتى كان عمره؟ امتى فتي لعندي على البيت ولا حكيتيني تليفون وحسيتي بصوتي ولا ببيتي في روح وحياه؟ ماما انت بتعرفيني قديش بحب التفاصيل وبكره الروتين وحياتي كلها مع ايهم روتين بروتين ميته ملل اكتئبت يئست ما عم حس حالي الا وحده كركمه كبيره. لك ما تحسيت بأنوثتي، ما تحسيت بحالي، شو ما بعمله ما بيرضي مثلي مثل أي غرض قديم بالبيت مسدود. استغفر الله العظيم. إيه بس هاد ما ببرر لك تطلبي الطلاق، أنا ما عندي بنات تطلق، فهمتي؟ لا تنسي موعدنا اليوم مع دكتور المفاصل على الساعة 12. أنا لازم أروح معك أكيد لأني ما بتطمن إلا إذا رحت معك.
وسمعت بإذني إنه ما فيك شيء، لا تطولي لأنه رح أشتغلك.